ايه ده؟ كلنا هنعرف ايه ده يا باشا. مش حاجة سهلة انك تتصدم في اللي قدامك، خصوصا لو بني عليه توقعات وامال محدش فرضها عليك. انت اللي فرضتيها على نفسك وصدقتيها وبدأت تتعاملي على اساسها. ايوه بس كده انت بتظلم جمال يا زين، انت ما سبتش شغلك علشان؟ انا ما قلتش كده، انا سبت شغل لما حسيت ان الفساد اقوى من ان واجهه. يا كان هيكسرني يا كنت هلاقي نفسي بقيت جزء منه. اللي شجعنا على القرار ده هو جمال، البني آدم المظلوم اللي ما عندوش غير صدقه وطلبه للحقيقة، واللي بيواجه قوة أكبر وأشرس منه. ده اللي أنا كنت فاكره ساعتها، وده اللي اداني أمل وخلاني أقف في صف وأدور معاه. وفي الآخر اكتشفت إني مغفل، وإن هو نفسه جزء من إخفاء الحقيقة. بس هو النهارده قرر يدور على الحقيقة، محتاجين كلنا نقف معاه ونساعده. لما الخطر بدأ يقرب منه قرر يدور، مش كده؟ قصدك ايه؟ ده الفرق اللي بيني وبين جمال. مهنتي علمتني ان ادور على الحقيقة في اي وقت تحت اي ظروف، بغض النظر اذا كانت هتأذيني ولا لا، طالما حسيت انها موجودة. جمال لو فضلت حياته مستقرة عمره ما كان هيدور ولا هيفكر. لا يا زين، جمال مش زي ما انت شايفه خالص. جمال قرر يدور لان لسه في جواه جزء نضيف يحاول يحافظ عليه. عنده ابن بيتمنى له مستقبل أأمن وانضف من اللي هو فيه. كمان لو كان عايز يكمل في سكته كان هيقدر يكمل، وكان هيجبر الظروف كلها انها تقف معاه وتساعده، وده كان هيبقى اسهل له لانه كان هيبعد الخطر عن نفسه وهيبقى على هواهم. لكن هو اختار الاصعب المستحيل تقدر تسميه، يبقى يستحق إننا نقف معاه ونساعده. حتى لو هيعرض حياتك للخطر؟ طالما أنا جنبه هحس بالأمان. أنا جبت لك الفلاشة اللي عليها التسجيلات. روبا نفسها ما تعرفش إني عملت منها كوبي. هتاخدها علشان نساعد بعض نلاقي الحقيقة ولا؟ نعم يا اخويا. يعني ايه بقى الامن اجهض العمليه على اخر لحظه؟ افهم. سوء اختيار عناصر سيادتك. انا كلمت علي في الموضوع ده كذا مره بس للاسف يا فندم ما بيسمعنيش. وهو فينه دلوقتي؟ ايه؟ خايف يجي يبلغني بنفسه؟ حاسس بفشله؟ يا ريت يا فندم بعت على الفشل بس. علي دلوقتي مقبوض عليه في اسم الشرطه. نعم؟ مقبوض عليه في اسم شرطه؟ ايه التهريج ده؟ يعني ايه مقبوض عليه في اسم شرطه؟ ده اللي حصل يا فندم. علي اتمسك النهارده في لجنه مرور، واضح ان هو كان معاه حاجات معرفش يخلص منها. وبعدين؟ لازم هيتعرض على النيابه بكره. اتمسك في اسم وهيتعرض على النيابه بكره ومعاه حاجات، وبعدين؟ في الحاله دي يا فندم زي ما سيادتك عارف بيكون في رقم كود عمليات متفق عليه بيننا وبين بعض. اول ما علي بعتهولي اتصرفت وجهزت الشخص اللي يعرف يخرجه من الموقف ده ويطلعه من النيابه بكره. اسلوب عادي جدا بنستعمله مع العناصر الجديده والعيال الصغيره، يعني مش واحد زيه في رتبته وبخبرته دي كلها. للاسف يا فندم هو ده اللي حصل. حلو قوي، هايل. ويا ترى بقى اتمسك بايه على فندي؟ هديلي المعلومات وهرفع تقرير لسيادتك في ساعته وتاريخه. قول يا شوقي، تقدر تحدد لي ايه هي مشكله علي بالظبط؟ الضعف وعدم التركيز يا فندم. بمعنى؟ بمعنى ان علي عنده بطء في حل مشاكله مع نفسه، وساعات بيصعب عليه الامور لدرجه بتخليه ما يعرفش يحلها بعد كده. عندك مثلا يا فندم مشكله جمال، ودي كانت اهم حاجه مركز فيها عشان ينهيها، وزي ما سيادتك شايف مفيش اي نتيجه اتحققت على الارض، ولا حتى ايه؟ ما تكمل. ولا حتى في المشاكل اللي بتتحرك من وراها. استدعاء مسعود حجي للنيابه للتحقيق معاه فندم بيضعف سمعه الجهاز كله. مسعود مش هيروح النيابة، حصانته الدبلوماسية بتحميه وعايزه يسافر في أقرب فرصة.
أبلغه سعادتك. تقدر تكمل مهمة علي وتثبت لي إنك الأكفأ والأحق بيها؟ أنا متأكد يا فندم إن كل اللي اتسأل قبلي على السؤال ده جاوبك بالكلام وقال لك نقدر، لكن أنا بقى هرد على سيادتك عملي. اعتبر يا فندم إن ملف جمال الجبال اتقفل للأبد في أسرع وقت. قبل ما ده يحصل مقر الشركة دي يتقفل ويتفتح مقر جديد، ويا إما أنت تستلمه وتثبت كفاءتك يا إما هغيركم أنتوا الاتنين. تمام سعادتك. وقد أرفقنا صورة ضوئية من محضر ضبط وتفتيش المذكور وسيارته، أشرنا عليها بالإطلاع والإرفاق في تاريخه، ثم سألناه: ما قولك في ما هو منسوب إليك في حيازة عينة مشاعة بغرض الاستخدام الغير خاضع لرقابة الجهات المختصة؟ أنا ما أعرف العينة دي جت منين. العينة اتلقت في عربيتك. قلت لحضرتك قبل كده إن عربيتي كانت مسروقة بقالها فترة ولسه مستلمها النهاردة من مكافحة سرقة السيارات. يعني أنت بتنكر صلتك بالعينة دي تماما؟ ما أعرفش أي حاجة عنها. علاقتك بنوح السباعي؟ أول مرة أسمع بالاسم ده. يعني ما تعرفش إن هو صاحب المعامل اللي تم تسريب العينة منها، وإن دي مش أول مرة بتحصل؟ ممكن تسألوه هو مش أنا. يعني مش هو اللي اداك العينة دي؟ قلت لحضرتك قبل كده ما أعرفش العينة دي جت منين. اتفضل. جبت دليل براءة يا أستاذ؟ طبعاً. دي صورة ضوئية من محضر تسلم وكيل العربيته عصر امبارح بمنطقة مرور الطراسة، يعني قبل وقعة لجنة شرطة طريق الفيوم بساعتين. عايز تقول ايه يا استاذ؟ الموقف بسيط جدا سعادتك. فضلا عن ان الوكيل ضابط شرطة سابق وفاهم قانون كويس، لا يمكن ان يحط نفسه في مواطن الشبهة. يعني خلينا سعادتك نقرا الموقف بطريقة متأنية. هل يعقل خلال ساعتين من تحرك موكلي من منطقة مرور الطراسة لطريق الفيوم انه راح مكان في النص وطلع وقعد واخد العينه ونزل بيها واتحرك علشان يتمسك؟ استحاله في حاله المرور البطيء، ولا ايه يا فندم؟ حضرتك العينه كانت موجوده من الاول وموكلي ملوش علاقه بيها خالص، لذا انا بطلب اخلاء سبيل موكلي بلا اي ضمان او قيد. الكمين ده كان مستنيني مخصوص، حد كان مراقب لي وحاططها لي في العربيه وعارف ان حد على الكمين ده. حد زي مين؟ نوح السباعي مثلا؟ نوح السباعي ما يجرؤش من معايا كده. امال مين؟ هو واحد ما فيش غيره. الو؟ ايوه علي باشا. تمام يا باشا، حاضر علي باشا، في نفس المكان والزمان حضرتك. مع ألف سلامة علي باشا. جمال باشا؟ ياض مالك في ايه؟ شفت عفريت ولا ايه؟ مفيش يا باشا، سلامتك. هو بوبو اللي معاك بره ليه يا باشا؟ بوبو؟ هو أنت متعرفش إنه اتحبس ولا ايه؟ حتى عيب في حقك وأنت اللي مبلغ عنه. بتدور على ايه؟ بتدور على ده؟ يا بنت الكلب يا خاينة، بعتني بنت الكلب اسمها اشترت الناس اللي كانت معاهم.